عجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن لبنان على شفير الهاوية، مشيرا أن هناك إمكانية للنهوض. وأضاف لودريان أن هناك أزمة عميقة بين اللبنانيين، وأن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يتكلم عن حياد إيجابي، وهو ما يعني بالنسبة إلي تحييد لبنان عن أزمات المنطقة. وفي وقت سابق اليوم في بيروت تجمع عشرات المتظاهرين خارج مكتب الأمم المتحدة مطالبين بنزع سلاح حزب الله. كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون عن موعد استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وبأنه سيكون في 24 من أغسطس المقبل. وفي إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو كونفرنس حول الوضع في سوريا، أعرب بيدرسون عن أمله في أن تقدم الأطراف الدولية الرئيسية الدعم الكامل لنجاح الدورة المقبلة، مطالبا بإحاطته بضرورة رفع الإجراءات القصرية الأحادية الجانب عن سوريا. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على كشف حقيقة اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بالعيد عام 2013. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية بأن سعيد أجرى مكالمة هاتفية مع أرملة البراهمي قبيل يوم من إحياء الذكرى السنوية السابعة لاغتياله. وشدد الرئيس التونسي على حرصه على تطبيق القانون على الجميع. وكانت الداخلية التونسية أعلنت بعد اغتيال المعارضين تورط عناصر متشددة في اغتيالهما، بينهم أبو بكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي. وصفت الخارجية الأثيوبية بدء عملية ملء سد النهضة بالنصر الدبلوماسي، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر في مصر والسودان حيال تعثر المفاوضات بشأن السد. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم الوزارة دينا موفتي أن أثيوبيا ومصر والسودان قد توصلت إلى تفاهم مشترك وانتهت القمة الإفريقية بنجاح. تم الانتهاء من التعبئة الأولى، وقد حدث ذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تباركنا فيها هذا العام وهطول الأمطار التي ملأت السد. هذا انتصار للإثيوبيين، يحتفلون بملء السد. خلال المفاوضات الثلاثية كان هناك تضييق في الخلافات بشأن القضايا التقنية. على سبيل المثال، يمكن لإثيوبيا ملء السد في غضون 3 سنوات. بالنظر إلى موسم الأمطار الذي بهذا الحجم، من السهل جدا على إثيوبيا أن تملأه على الفور، ولكن بسبب مصلحة إثيوبيا الحقيقية في معالجة مخاوف دول المصب أي مصر والسودان، فنحن على استعداد لتمديد عملية الملء من 4 سنوات إلى 7 سنوات. أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي، وذلك حول الأزمة الليبية في ظل الدعوات المتوالية إلى خفض التصعيد. واستعرض شكري خلال الاتصال محددات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها. شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على ضرورة خفض التصعيد حول سرت والجفرة في ليبيا، متحدثا عن الأولويات في الأزمة الليبية. وأكد بوريل خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج أن الأولويات المشتركة حاليا للأوروبيين والليبيين تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي واستئناف عاجل لإنتاج النفط. حررت قوات الأمن العراقية الفنانة الألمانية التي اختطفت في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ووفق مسؤول أمني عراقي، حررت هيلا ميفيس بعد عملية مداهمة لموقع خارج العاصمة بغداد بدون تقديم تفاصيل أكثر. وكان أصدقاء ميفيس أبلغوا عن اختطافها الثلاثاء الماضي دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف. عثرت السلطات السودانية على مقبرة جماعية بمدينة أم درمان قبالة العاصمة خرطوم. وفي هذه المقبرة قرابة 28 ضابطا شاركوا في تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 90، وذلك بحسب ما أعلنت النيابة العامة السودانية، والتي أكدت أن الإجراءات تجرى مع الطب العدلي لنبش المقبرة لمعرفة كافة التفاصيل. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، أعود وألقاكم بعد قليل. إلى اللقاء.